تكافح الكيل ولم يعد التحفظ واجبا، هن شريفات مغربيات زج بهن المخزن في المحظور لتحقيق مآرب مشبوهة من قبل النظام المغربي تحت غطاء مشروعات مختلفة. الجريدة ديال 360 شبكات جنس مغربية عابرة للقارات ترهق الأجهزة الأمنية الدولية. هذه مسألة اللي هي خطيرة جدا، هناك صعوبة لتفكيك مثل هذه الشبكات العابرة للقارات، هي تتنطلق من المغرب وما تعرفوا الوسطاء ومعروف شكون تيشتغل في هذا الدومين، سواء على المستوى الداخلي او في علاقته مع الأجانب، او كذلك اللي تقوم بالوسطة ديال، يعني تقوم بإرسال المغربيات الى الخارج وغيرها، ودي تحتاج احتكاك وكذلك تحتاج وسطاء او عموما يعني علاقات اللي هي معقدة وكذلك يعني متشابكة. وإن جارت عليهن الظروف وتكالب عليهن المخزن الذي وكما تشير بعض التقارير لم يتردد في استخدام أولئك النسوة في مجالات عديدة مثل كرة القدم والفن وحتى في الدوائر السياسية بهدف التأثير وتحقيق المصالح على الصعيد الدولي والحفاظ على استقرار عرش الملك. الدعارة تساهم في ميزانية الدولة ويتكون عندنا الجرأة لكي نقولها كذلك. بعد الدعارة اللي ولات دائرة بزاف عاوتاني ولا بنادم كيحشم يدوى على مدينته، ولا خداو واحد الصورة أنها ماشي مدينة سياحية بالضبط، أنه يمشي يدوز واحد الصيف مع الناس اللي عزاز عليه وهذه، ولا أنه كيجي لها بواحد الغرض أنها مدينة ديال بهذا المعنى ديال الفساد. الشعب المغربي الرافض لسياسات المخزن مدرك بأن الحل لا يكمن في الصمت بل في الوقوف ضد هذه الممارسات حماية لكرامته وصونا لقيم المجتمع الراسخة التي يحاول المخزن طمسها واستبدالها بسياسات مغلفة ومسمومة تحت غطاء الانفتاح على العالم. وأي عالم يفقد فيه البلد هويته وتقاليده وقيمه، وعليه يثور الشارع المغربي. والقضية